ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك معنا هذه المرة سعادة السفير. يعني اتصالات مهمة للرئيس السيسي أكد خلالها على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته فيما يتعلق بعدم تصفية القضية الفلسطينية والنفاذ المستدام للمساعدات إلى قطاع غزة. كيف ترى هذه الاتصالات في ضوء التوتر في المنطقة؟ يعني هي المنطقة حضرتك بعد اسم حضرتك يعني فيها عدة حروب طبعا أخطرها هي الحرب في غزة، ثم هناك الهجوم الذي تعرضت إليه القوات الأمريكية حضرتك خلال ال 24 ساعة الماضية، وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، كل التقارير الواردة من العاصمة الأمريكية واشنطن تشير إلى أن الرئيس الأمريكي يدرس حاليا كيف سترد الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الهجوم. ثم هناك بالطبع حضرتك هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر، فالمنطقة في واقع الأمر منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر يعني مشتعلة. لكن مصر في هذا الإطار لها ثوابتها وبتتحرك على عدة محاور هامة، ويعني الاتصالات اللي حضرتك أشرت إليها هي بدأت يوم الجمعة الماضية عندما تلقى السيد الرئيس اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، واتفق خلال هذه المكالمة الهامة على ضرورة العمل على التوصل إلى اتفاق هدنة طويلة نسبيا مقارنة بالهدنة السابقة في نوفمبر الماضي، يتم في إطارها الإفراج عن الرهائن والإفراج مقابل ذلك الإفراج عن عدد يتم الاتفاق عليه لاحقا من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. في ذات الوقت أمس كان في لقاء هام حضرتك في عاصمة أوروبية جمع مدير CIA وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، نعم، والسيد مدير المخابرات العامة المصرية ومدير الموساد ومسؤول قطر رفيع المستوى للتوصل للاتفاق حوالين هدنة طويلة نسبيا حضرتك في قطاع غزة، تكون فاتحة لوقف إطلاق نار. فمصر حضرتك يعني بتبذل كافة مساعيها وتبذل كافة الجهود من أجل التوصل لوقف إطلاق نار كخطوة أولية لتحريك القضية الفلسطينية. سيادة السفير، يعني كل المساعي بتبذلها مصر بالتأكيد على أصعدة مختلفة. كان هناك اتصال هاتفي من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستشار الألماني، تلقاه من المستشار الألماني بالتأكيد، وهذا الاتصال استعرض جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة، وأيضا التشديد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الأممية. برأيك يعني كيف يمكن أن يتحرك المجتمع الدولي لتنفيذ هذه القرارات الأممية بشكل فاعل يحقق ما نرجوه؟ يعني واقع الأمر يا فندم المجتمع الدولي اتحرك في مجلس الأمن عندما وافق على القرار 27 آسف قرار مجلس الأمن 27-20، اتحرك حضرتك عبر مجموعة من القرارات اتخذت في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم حضرتك الحكم الذي صدر يوم الجمعة الماضية يوم 26 يناير الجاري عن محكمة العدل الدولية. فالمجتمع الدولي بيتحرك وتحرك، لكن بيصطدم بالفيتو الامريكي في مجلس الامن. حتى هذه اللحظه اللي يعني ليا يعني يسعدني ان اتحدث معكم،
حضرتك الولايات المتحدة الأمريكية لم تستخدم بطريقة إيجابية وبناءة ولو مرة واحدة كلمة وقف إطلاق نار، حتى عندما يشيرون إلى هدف المباحثات التي أشرت إليها في أحد العواصم الأوروبية أمس يقولون توقف القتال، حتى لا يستخدمون كلمة هدنة. فحضرتك المجتمع الدولي إحقاقا للحق، وخصوصا الدول العربية والدول الأفريقية وفي دول أوروبية مثل إسبانيا وأيرلندا ودول أمريكا اللاتينية، حضرتك بيتحرك وبيتحركوا مجلس الأمن. وبذكر مجلس الأمن، الجزائر الشقيقة العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن اعتبارا من يناير الجاي الجاري ولمدة العامين القادمين، طلب عقد جلسة لمجلس الأمن يوم الأربعاء القادم، وهيتناقش خلالها حضرتك القرار أو الحكم الذي صدر عن محكمة العدل الدولي. ننتظر هذه القرارات سعادة السفير. أشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا.